أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. تخصصي بمعلومة، حملة تهدف لمساعدة الطلاب في اختيار التخصصات التي تناسبهم. متطوعو بادر يقيمون فعالية إيجابيات حرب. إنستغرام يختبر ميزة إبلاغ المستخدمين عند تسجيل قصصهم. سناب شات يتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات خارج التطبيق. أضيفت فقرة الاستضافة الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي بسمة هاشم. مرحبا بكم. أقام مجموعة من الشباب الناشطين حملة أسموها تخصصي بمعلومة، وتهدف لمساعدة الطلاب في اختيار التخصصات التي تناسبهم عبر التعريف بالتخصصات وما وجدوه فيها وانطباعاتهم. الحملة هذه رافقتها حملة إلكترونية تحت هاشتاغ تخصصي بمعلومة. نشوف تفاعل الشباب مع الحملة. وقبل إطلاق الحملة نشر الشباب فيديو ترويجي لها، خلونا نشوف هذا الفيديو. اسمي ياسين الحمادي، طالبة علاقات دولية سنة أولى جامعة. أنا نور حذيفة من سوريا، بدرس راديو تلفزيون سينما. محمد محمد، تخصصي إعلام، يعني إعلام جنرالي بالتحديد نيو ميديا أند كوميونيكيشن، سنة ثانية من المغرب. طبيب. الطب هو انه كل ما رحت عند دكتور بيقول لي خذ بنادول. باعتقادي انه الطب هو انسان منح الحياه لشخص كاد ان يفقدها. صراحه ما عنديش فكره كثيره عنه، بس لما تذكر الطب بيجي عندي الدم، الاشياء هذه اللي احس فيها مش كويسه، عمليات وحاجات زي كذا. على الاغلب هو الاشياء اللي ما تكونش بالكيميائي بتعالج بالفيزيائي. هو تاهيل المصابين بوسائل فيزيائيه وعلاجات طبيعيه. والله ما غششتيني، ما صدقتيش في هذه يا صاحبتي، واش حقها؟ ناجوك سوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، تويتر، تي في، ويب ومنصات. تخصص يشمل الصحافة الإلكترونية، الديجيتال ميديا، يعني الإعلام الرقمي، وكذلك السوشيال ميديا اللي ويواكب عصرنا الحالي اللي هو القرن 21. الإعلام الجديد هو كل ما يخص السوشيال ميديا، الفيسبوك، تويتر، مش عارف بقى هم بياخدوا ايه المحتوى، بس ممكن مثلا كيف تغير صورتك على الفيسبوك. بحزن بالغ وألم عميق تلقينا نبأ استشهاد زميلنا المصور في ريف تعز محمد القدسي أثناء تغطيته لفعالية في منطقة الخيام بمديرية المعافر، في عملية تعكس وحشية وإجرامية ميليشيا الحوثي التي تستهدف منذ أكثر من 3 سنوات المدنيين في كافة المناطق اليمنية. وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، واخترنا لكم بعض منشورات أصدقاء محمد، ونبدأها بمنشور الناشط حسام المليكي يقول فيه: أرحلت فعلا يا القدسي محمد، أرحلت تلك الروح العاشقة لأرض الوطن والثورة والنضال، أرحل من حمل كاميرته لينقل معاناة المدينة المجروحة، لينقل معاناة مليوني مدني قابع تحت حصار الوحوش، مدنيون تحت قصف 13 لواء عسكري تارة واحدة لذنب واحد ارتكبوه وهو مطالبتهم بالحرية. استشهاد الإعلامي محمد القدسي بقصف ميليشيا الحوثي وصالح اليوم، إضافة إلى عشرات القتلى والجرحى. اعصم قلوبنا يا الله. منشور آخر للناشط أيمن المخلافي يقول فيه:
محمد القدسي الإعلامي النشط، شاب ذو خلق ويتمتع بكل الصفات الحميدة، غادرنا اليوم بقصف للميليشيات الإنقلابية على الخيام. ظل يخدم تعز طيلة فترة الحرب، وها هو يدفع روحه ثمنا للتحرير والحرية في واحدة من أكثر صور التضحية تجليا ووضوحا. فلا أثمن من تقديم الروح للتعبير عن يقين النضال وصدق المحبة لتعز واليمن. رحمة الله تغشى الصديق محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهل الفقيد وأصدقائه وكافة الصحفيين والإعلاميين. رحمة الله تغشى فقيدنا محمد. نشوف الآن الفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع، ونبدأها بمبادرة شبابية خيرية بنك الطعام، وقامت بتوزيع مواد غذائية للطلاب في المدارس. نشوف صور من هذا النشاط. قامت إحدى فرق تطوع وبادر فعالية سمتها إيجابيات حرب، ضمت العديد من المواهب مثل الغناء والشعر والرسم والتصميم ومسرح دمى، هدفت للتعريف بالمواهب الجديدة والتي بدأت وتطورت في ظل وجود الحرب، وتستهدف المهتمين بالفنون وغيرها. نشوف صور من هذا النشاط. عادت أندية تعز الكبيرة مع البطولة، ومعها عاد الأمل بعودة الرياضة في المحافظة لألقها مجددا، وذلك من خلال البطولة التي أقيمت وانتهت بفوز نادي الصقر وحصول نادي شباب المعافر على المركز الثاني. نشوف صور من هذه الفعالية التي أقامها مكتب الشباب والرياضة بتعز. وإلى عدن وتحديداً بيت العود العدني، وفعالية من يشبهك من الخاصة بأربعينية فقيد الوطن الفنان أبو بكر سالم بلفقي. الفعالية أقيمت في ساحة منارة عدن التاريخية. نشوف صور من هذه الفعالية. صنعاء والمؤتمر العلمي الأول لتجميل الأسنان واللثة، والذي شارك فيه أكثر من 800 طبيب وطبيبة أسنان من جميع محافظات الجمهورية. نشوف صور من هذا النشاط. وإلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من إنستغرام الذي يواصل نسخ ميزات سناب شات، وآخرها ميزة اختيار المستخدمين عند إقدام شخص آخر على التقاط سكرين شوت لصورهم أو تسجيل قصصهم. وأفاد موقع متخصص بالأخبار التقنية أن إنستغرام يختبر الميزة الجديدة داخليا في الوقت الحالي، وأن المستخدمين سيتمكنون من رؤية أيقونة خاصة إلى جانب اسم المستخدم الذي التقط سكرين شوت أو سجل القصص.
أما سناب شات فقد أطلق خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة المنشورات العامة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة غير المشتركين في التطبيق، وتحاول الشركة جذب المزيد من المستخدمين وإضافة خصائص تهدف لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق. أوضحت الشركة صاحبة التطبيق الذي تختفي رسائله بعد ثوان من قراءتها أن رسائل المنشورات الخاصة ومنشورات البحث ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدة 30 يوماً، بينما تختفي المنشورات الرسمية بعد 24 ساعة. شركة أبل أعلنت عن تحديثات ستنفذ من خلالها وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تقوم بإبطاء أجهزة آيفون عندما توشك البطارية على النفاذ، وفي حين تواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة. قال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي إن الشركة ستصدر تحديثاً للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية. وقالت الشركة إن نسخة تجريبية من النظام التشغيلي ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية وتقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى صيانة. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع، ونبدأها بمقطع للفنان محمد فايز العديني. يا وطن رغم المآسي ما تهون، يا وطن رغم المآسي ما تهون، إلك في الشدايد ما نسيبك، إلك في الشدايد ما نسيبك يا حبيب. غاليا في القلب حبك والوريد، كلنا نفدي ترابك يا يمن. غاليا في القلب حبك والوريد، كلنا نفدي ترابك يا يمن. انت عز العز عشقي بالغرام، في عدم روحي وفي مالب أنا، في تعز العز عشقي والغرام، في عدم روحي وفي مالب أنا. لجلك انتي كلنا شعلت غضب، من جنوبك لشمالك خيري، لجلك انتي كلنا شعلت غضب، من جنوبك لشمالك خيري. يا وطن رغم المآسي ما تهون، الشدايد ما نسيبك يا حبيب. مقطع آخر وهو فيلم قصير عنوانه نتوازن لنعيش. Almost 1 a.m. and the blinds are all shut. The lights are out. She's trying to get some energy. That time when I look at my baby girl in the eyes. Thank you.
نختتم فقرة الفيديوهات بأغنية جديدة من غناء وكلمات الفنانة شروق محمد بعنوان الليل طال. وأنا أنتظر الصباح الليل طال وأنا كل إجراء الليل طال وأنا أنتظر الصباح الليل وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا اليوم الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي بسمة هاشم. بسمة أدمن في بعض المجموعات التي تهتم بالشأن الفني اليمني وبإبراز جماليات اليمن بعيدا عن السياسة، إضافة إلى أنها صاحبة قناة لقمة وتقدم فيها طرق إعداد المأكولات اليمنية الشعبية على اليوتيوب. نرحب ببسمة معنا اليوم في حلقتنا. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بسمة. أهلا أهلا فيكم، إحنا سعيدين بوجودك معنا اليوم. وأنا أسعد جداً. بسمة معنا مجموعة أسئلة سريعة اللي هي اعتيادية في البرنامج، ثم ننتقل للأسئلة اللي معنية بك. أوكي، مستعدة نبدأ؟ بسم الله. كالعادة نبدأ بأوصفي نفسك بكلمة. يمنية. أكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ فيسبوك. شخص داعم لك؟ أمي. أجمل مكان زرتي في حياتك؟ تركيا. مكان تتمني زيارته؟ كندا. شخصية تتمني مقابلتها؟ أوبرا. أوبرا وينفري؟ إيه. جميل. طيب عائق استطعتي تخطيه؟ العادات والتقاليد. جميل. طيب الآن نتكلم باستفاضة وبأريحية، من هي بسمة هاشم؟ بسمة هاشم هي واحدة يمنية طموحة، تحب اليمن كثير. درست أنا هندسة معمارية، الآن في الدكتوراه. جميل. معي قناة لقمة حق الأكل، معي أعشق اليمن، جروب أعشق اليمن. جميل. كله متعلق باليمن وبحضارته وبتاريخه تقريبا. طيب لو تكلمنا عن مجال دراستك. دراستي هي هندسة معمارية، أخذت 5 سنوات في صنعاء في جامعة الملك عروة، وصلت هنا لفرنسا أخذت الماجستير، كملت بعدين رجعت أخذت ماجستير ثاني كمان في الهندسة المعمارية. واو. الآن في أول سنة دكتور. جميل جدا. بيش من لغة تدرسي؟ باللغة الفرنسية. رائع. طيب بسمة لو أسألك كيف تقسمي الوقت بين اهتماماتك في السوشيال ميديا ولقمة ودراستك؟ لقمة عادها بدأت قريب، يعني مش ما قضلهاش فترة كبيرة.
أما في بالنسبة اللي كان لأعشق اليمن كانت معي مشكلة مرة كبيرة كانت. فكان دائماً طول الوقت حقي لأنه أصلاً أنا دائماً أنام أربع فقط أربع ساعات في اليوم، فكان من ضمن الأربع ساعات اللي أنا يعني أكون عايشة فيها دائماً لازم أدخل أعمل لفة أحذف من شغل. طيب إيش الأسباب اللي خلتك أحذف المنشورات المخالفة والمنشورات السياسية؟ رقابة. الرقابة فعلاً. طيب إيش أسباب فتحك لصفحات لقمة وإيش الصعوبات اللي واجهتيها لما فتحتيها أو القناة؟ لقمة كانت بالنسبة لي حاجة مرة مهمة، يعني أنا مش من النوع اللي أحب أطبخ، أنا من النوع اللي أحب أكل، بس لما تشوفي مثلاً حاجات اليمنية، الأكل اليمني مثلاً ينتسب لدولة أخرى، الأغاني اليمنية تنتسب لدولة أخرى، تبدأي تزعلي تقولي لا، اليمن تشتي توثيق، والإنسان اليمني معروف عن طريقة أكله، يعني هي تبني حضارة، الأكل حضارة مش حالة اجتماعية، يعني هي تدي الشعب، يعني تدي السبب... هوية الشعب. أيوه، يعني السبب كان غيرتك على بلدك وثقافته. جميل. غيرة وتوثيق. أيوة غيرة بالضبط. جميل جدا. طيب إيش سبب بعدك عن السياسة؟ ليش دائما تهربي من السياسة؟ نحن ناس، نحن بني آدم، نحن يعني عبارة عن كلنا نغلط، كلنا لنا رأي، كلنا لنا مذهب، كلنا لنا طائفة، كلنا لنا انتماء. فلو لو لو جلسنا على نفس الشيء وزعلنا وتكلمنا بالموضوع السياسي، بالمواضيع السياسية بشكل عام، أكيد بنخسر ناس كثير. فبالتالي ليش نخسرهم ونحن من نفس البلد، من نفس الدم، من نفس ال مجتمعنا ربما يشتري سنوات ضوئية عشان يرجع يتقبل اختلاف بعضه، يعني إيش رأيك؟ لا، هو لو احترم كل واحد رأي الثاني، لو تقبل إنه كل واحد يمكن يكون عنده اختلاف، بتكون تمام إن شاء الله. أملنا إن شاء الله يا رب. طيب أنت شخصياً كان لديك مشاريع أو أفكار لمشاريع ما تمكنتيش من تنفيذها، وإيش الأسباب يعني اللي حالت دون ذلك؟ لا، مشاريع ما فيش لحد الآن، يعني كل حاجة أفكر فيها قل ببدأ تأخذ مني فترة معينة من الوقت، بس بعدين أرجع أعملها. برافو، لازم يكون في إصرار. وإيش قصة صورة البنت اللي بالستارة الصنعانية والشنب الصناعي؟ هذه في لها قصتين في واحد. أجت فترة كان انضربوا فيها الحريم في صنعاء. أنا زعلت عليهم لأنه ما كانوا في المنشورات، حتى ما كنا ندخل إنه لا، الرجال لازم يخرجوا بأيا كان السبب، أيا كان الهدف يعني، بس إنه تنمد يد على مرأة كانت بالنسبة لي مرة كبيرة. بعدين كمان لما نجي نشوف التعليقات، يقول لك التعليقات لا، هم أصلا الرجال يعني يقللوا من قيمة المرأة، إنه هي اللي خرجت مش الرجل، فما لكم أنتم، نحن نص المجتمع، إذا ما كناش كل المجتمع أصلا. وننجيب النص هذا الآخر. حكاية الشنب وحكاية جميل. فعلاً. القصة الثانية؟ هي هذه القصة، إنه الأولى كانت ما فيش، يعني هم استقللوا بالمرأة، إنه كمرأة، إنه مرأة تنزل الشارع، استقلال بقيمة المرأة، مع إنه المرأة هي لو جينا قارناها بينه وبين الرجل، يعني عشان ما يزعلوش، هي أعظم من الرجل في كل المراحل وتشتغل أكثر منه طبعاً. والحاجة الثانية إنه ضرب المرأة. أوافقك جداً. طيب علاقتك بالفنان العازف محمد الهجري؟ محمد صديقي وحبيب طبعاً وخطيبي. جميل. أنا من الناس اللي أحب موهبته كثير، هذه أول حاجة خلتني يعني نشد له بشكل كبير، يعني عندك اهتمامات ودحين أنا هو نشتغل على لقمة. يشتغل؟ مع على لقمة. جميل. طيب لو انتقلنا وتكلمنا بشكل عام عن الفتاة اليمنية، يعني احنا عارفين انه نعرف في بيننا انه البنات عندهم مواهب، بس ايش اللي ينقصهم لإبراز مواهبهم وايش تأثير المجتمع على ذلك؟ الثقة بالنفس هي اكثر سبب. لو الواحدة واثقة بنفسها وعارفة انه اوكي تمام، في عادات وتقاليد المفروض انها ما تخرجش عن اطار معين،
فبالتالي ما تقدرش تعمل اللي هي في راسها. بس طول ما هي واثقة من نفسها وعارفة الصح وعارفة الغلط وعارفة عاداتها وعارفة تقاليدها بتمشي على طول دايما. طيب بس ما قبل الختام ايش الكلمة اللي توجهيها للبنت اليمنية؟ اي بنت يمنية كوني واثقة من نفسك، ما فيش حاجة صعبة. إيش ما كانت الظروف اللي معاكي، إيش ما كانت الأفكار اللي عندك، خرجيها شوفيها وثقي من نفسك، كوني سفيرة لنفسك، كوني سفيرة لبلدك سواء كنت داخل أو خارج. جميل يا بسمة. اليمن. بسمة هاشم شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا 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 لك، أنا أسعد. ننتظر المزيد منك، تمام؟ إن شاء الله أكيد. شكرا لك. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.